السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوار قناة أخبار التربية والتعليم بالمغرب في هذا الفيديو الجديد. إذا كما جرت العادة، نتحدث دائما عن مواضيع تهم أولياء الأمور والتلاميذ، وفي هذا الفيديو غادي نتحدث على إجراءات طلب إعادة السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ سيزيام أو السنة أولى بكالوريا، بحيث أنه كل تلميذ خاف على أنه كما كتعرف الجميع على أن النقطة كتأثر في النقطة ديال الوطني. إذا حصل التلميذ على نقطة تقل عن معدل 8/20، فإنه سيكون هناك واحد التخوف من عدم القدرة على تحصيل نقاط عالية في السنة الثانية بكالوريا، واللي كيعرف الجميع أنها كتأثر في ولوج المعاهد من بعد وفي المسار الدراسي والاختيارات المستقبلية لكل تلميذ. والوزارة كتمنح إمكانيات إعادة السنة الدراسية للتلاميذ ولأولياء أمورهم، شريطة أن يكون هذا التلميذ حاصل على معدل أقل من 8/20، وأن يوافق ولي أمره على طلب إعادة ابنه لهذه السنة الدراسية. وكما ترون في الفيديو، فإنه هناك مطبوع ينبغي استخراجه وملؤه دائما من خلال الإدلاء بالمعطيات الخاصة بالتلميذ والتزام ولي الأمر، ويتم المصادقة عليه في إحدى المقاطعات التابعة للنفوذ الذي تعيش فيه هذه الأسرة، ويقدم للنيابة وللمصالح المختصة أو لإدارة المؤسسة من أجل رفعه إلى الجهات المختصة، وبالتالي إتاحة الإمكانية أمام التلميذ لإعادة السنة الدراسية من أجل تعويض ما فاته من النقاط. نتمنى أن يكون هذا الفيديو أفادكم، خاصة التلاميذ الذين يعانون من هذه الحالة. لا تنسوا دعمنا باشتراك وتفعيل زر الجرس وترك أسئلتكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو. نلقاكم في فيديو آخر بحول الله ورعايته، وعيد مبارك، وإلى فيديو آخر بحول الله وقوته.